موجز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية اتفاقيتين لدعم مصر في بحر البقر وإنشاء 4 محطات تحلية للمياه في جنوب سيناء بقيمة إجمالية 2,280,000,000 جنيه. وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر على هامش منتدى إفريقيا 2018 إلى أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تنمية سيناء. ومن جانبه قال مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر إن عدد مشروعات الصندوق في مصر بلغت 50 مشروعا بتمويلات ومنح وصلت إلى 3,500,000,000 دولار. شهدت وزيرة الاستثمار سحر نصر توقيع عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات يتم إقامتها في العين السخنة وغرب بورسعيد. وقد وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عقدين على هامش منتدى إفريقيا 2018. وأكد الفريق مميش في تصريحات خاصة أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تن تي في، اهلا وسهلا بكم على هامش انعقاد قمه افريقيا 2018. نلتقي الان مع السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس. سيادة الفريق اهلا وسهلا. اهلا بك. بدايه، تم توقيع بروتوكول الان للتنميه في منطقه قناه السويس، كلمنا اكثر عن هذا المشروع. هو في 2 بروتوكول تم توقيعهم، بروتوكول عن انشاء مصنع مساكن جاهزه لتغذية المنطقة بالمساكن الجاهزة الخاصة بالموظفين والعمال مع شركة السويدي، لأن هيبقى في حياة في المنطقة. مش هتقدر تجيب حد يعيش في المنطقة غير ما يكون في مجتمع عمراني للناس ومجتمع تعليمي ومجتمع طبي، فلازم تنشئ الحاجات دي وانت بتنشئ الهيئة الاقتصادية. وفي نفس الوقت المشروع الثاني شركة بتروكيماويات بتغذي المنطقة كلها بالمواد المطلوبة لصناعة البتروكيماويات، والاثنين في المنطقة، ولسه في توقيعين تانيين إن شاء الله. فأنا عايز أقول لك إن المنطقة بدأت تتحرك وتتحرك بقوة للأمام، وبدأ المستثمرين يتسارعوا إن هم ياخدوا متر أرض في المنطقة الاقتصادية، لأن دي هتبقى أعظم منطقة اقتصادية مش في المنطقة، في العالم كله إن شاء الله. أعاد البرلمان العربي انتخاب الدكتور مشعل بن فهمة السلمي رئيسا له بالتزكية، وذلك في جلسة إجرائية خصصت لهذا الغرض. وخلال كلمته بعد الانتخاب قال رئيس البرلمان العربي إنه سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. أطلقت قوات الأمن الفرنسية السبت وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على أنصار حركة السترات الصفراء الذين تظاهروا وسط العاصمة باريس في بداية أسبوع جديد من تظاهرات الحركة التي خرجت احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط قوس النصر. ومن جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إن السلطات تتبع تكتيك كان مختلفا في التعامل مع المتظاهرين. يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ضيفا على بورتموث في تمام 1/2 اليوم على ملعب فيتنس فيرست ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويسعى الريدز لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالفوز اليوم على أصحاب الأرض والخروج ب3 نقاط والمنافسة على قمة البريمير ليج. وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.